لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في عدد جديد من برنامج جاوب تؤجر الذي يأتيكم على قناة الأجواء. سؤالنا لنهار اليوم يقول: من هو أول طبيب عربي؟ نروح نشوف رأي الجزائري حول هذا السؤال. محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. هل هلالك يا هلابك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صاموا طاعة للرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. معكم برنامج جاوب تؤجر على قناة الأجواء. مرحبا بكم عدنا، وأهلا وسهلا بكم. عدنا سؤال لا تقدر تجاوب عليه. تفضل معي. السؤال يقول: من هو أول طبيب عربي؟ أول طبيب عربي، من هو أول طبيب عربي؟ أول طبيب عربي، ما عندكش إجابة؟ معليش، وش تقدم مناسبة رمضان هكذا؟ نبارك رمضان مبارك إن شاء الله لكل الأمة العربية والإسلامية جميعا، وإن شاء الله نفوتوه بصحة ولهنا، ونطلب ربي إن شاء الله يرفع عنا الوباء وتروح كورونا هذه، ونفوتوه إن شاء الله بصحة والعافية. محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. عندنا سؤال فقط لا تقدر تجاوب عليه. نقدر نجاوب عليه. من هو أول طبيب عربي؟ من هو أول طبيب عربي؟ محسن. زيد حاول. مصري محسن. كان محسن ولا شوينغ، هذا اللي جا في الجزائر أول مرة. للأسف الإجابة تاعك خاطئة. السلام عليكم. بصح نقدروا نعطوك فرصة يعني تشارك معنا، قال تقدم إهداء والله تقدم الأمة العربية يعني بمناسبة شهر رمضان. نشكركم ونشكر الإذاعة تاعكم هذه، بارك الله فيكم وشكرا. السلام عليكم. محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. من هو أول طبيب عربي؟ أول طبيب عربي ما نعرفوش. حاول معنا. ما عنديش إجابة. معليش نعطوا لك فرصة، واش تقدم الأمة العربية والإسلامية مناسبة شهر رمضان؟ نتمناو للأمة العربية والإسلامية رمضان كريم، ربي إن شاء الله ينحى هذه الأوبئة اللي راها جارية في العالم كله، ونتمناو رمضان كريم لكل الشعب المسلم. محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. من هو أول طبيب عربي؟ أول طبيب عربي على ما أظن ابن ياسين، ابن سينا. مازال زيد نعطوك محاولة، زيد حاول. هذا ما نعرف، ما عديش. إجابة خاطئة للأسف. معليش، وش تقولنا مناسبة رمضان للأمة العربية والإسلامية؟ وش نقول لك، ربي إن شاء الله يدوم هذا الحال، وربي يهز لنا المرض، وهذا ما كاين، هذا ما نتمناه، يهز لنا ربي المرض بارك. محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. إذن معنا البراء محمد هني من بير هني، نشوفوا معاه يعني السؤال تاعنا. السؤال يقول: من هو أول طبيب عربي؟ جرير الطبري. جرير الطبري. للأسف الإجابة كانت خاطئة. وش تقولنا برك مناسبة شهر رمضان؟ رمضان مبروك، والله ربي يرفع علينا الوباء. محمد رسول الله، عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. سؤال يقول: من هو أول طبيب عربي؟ أول طبيب هو ابن الكلدة الثقفي. الله
محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله.